ان احنا بنطلع مع رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون بنوصل معاه لطرق مسدوده بلا حلول. رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون دائما يستند ان هو صاحب الاشاره ان هو ينقل لك المباريات وطبقا للقانون، وبناء عليه انا هموتك بقى. يعني بناء ان انا صاحب الاشاره انا بقى راجل محتكر وهموتك. وبعدين النقطه الثانيه يا كابتن مدحت، احنا قبل ما نبدا في موضوع الدوري العام السنه اللي فاتت لما حصلت المشكله، والحقيقه اللي قام بحلها وزير الاعلام المصري، مظبوط، انا بقوله بكل صراحه، مظبوط، وجابنا ولم الشمس، والراجل قال كلمه جميله جدا، قال لك زودوا يا جماعه شويه كقنوات فضائيه، وانا من ناحيتي كوزاره اعلام هدعم هذا الموضوع بان هديكوا الاشاره والانتاج ببلاش في الفتره القادمه، لان ده دور وزاره الاعلام المصريه، ان احنا بنتبع لها كاعلام خاص برضه يا كابتن مدحت. مظبوط. فالراجل الحقيقه عمل اللي عليه وقال هذا الكلام، وطلع المهندس اسامه الشيخ في اكثر من مكان وقال ان احنا يا جماعه تلفزيون مصر، وزاره الاعلام وكلام سياده الوزير دعم كامل للقنوات المصريه في موضوع الاشاره والانتاج. وطلعت كل الصحافة وكل القنوات وتصدرت كل المنشطات أن السيد وزير الإعلام يوافق على إعطاء إشارة البث الفضائي لكل القنوات الفضائية المصرية بالمجان، واحتفظ لنفسه بحق التفاوض مع محطات عربية إذا أرادت شراء الدوري. ده كلام هايل كده. حصل. ابتدينا بقى يا كابتن من أول الموسم الجديد من ساعة ماتش السوبر. ابتدى المهندس أسامة لازم يلاعب القنوات الخاصة كالعادة، هو احنا بيلاعبنا فين؟ في الرياضة، ويجي يلاعبنا في الدراما، ويجي يلاعبنا في كل الأنشطة، الراجل بيضيق عليك الخناق لدرجة إنك أنت خلاص اتخنقت وزهقت من الاستثمار في الإعلام. فالنهاردة ابتدى الملاعبة إنه يقول لك عايز 6000 دولار قيمة الإشارة، دي جوابات مثبوتة وجايانا منهم. تخيل أنت ما تاخد الماتش ب 6000 دولار. أنت عندك قناتين 3000 و3000 دولار، 6000 دولار، نعم. لا يا كابتن مدحت، أنت لكل قناة. 6000 دولار لكل قناة؟ لكل شاشة، شوف اللي افترق. يا نهار أبيض. ده افترق، ده واحد بقى قاصد إنه يخلص على الإعلام. الله، ده النهاردة أنت بتشوف النجاح أو تبوظه بقى. ده موضوع تاني. فالراجل بيقول لك 6000 دولار لكل قناة. الحقيقة احنا كلمنا وزير الاعلام، نعم، وتم الاتصال بيه، ومشكورا مرة اخرى وزير الاعلام قام الراجل مدينا قال لا انا ملتزم بكلمتي والاشارة ببلاش لجميع القنوات الخاصة في مباراة السوبر، تمام، وعظمنا. لا ده خلاص بقى هو ملتزم بكلمته. خلاص صح كده؟ طبعا. انت عارف ان النهاردة احنا بدأنا بالدوري العام، تمام، بعتنا له الجوابات الجميله برضه، الاتحاد بعت له الجوابات، راح مفاجئنا بجواب جديد وقال لنا احنا عاوزين في كل مباراه 3000 دولار اللي هو الحالي بعد الدوري للقناه الرياضيه و2000 للقناه العامه، انا مش فاهم ليه طبعا. بس ما علينا. الله، طب احنا رجعنا تاني برضه بتلاعبنا تاني وفي قرار من وزير الاعلام. طب وبعدين ده مناخل الشغل يا كابتن. ايه الغرض؟ ايه الغرض من ده؟ الغرض من ده يا كابتن ان هو يخليك تخسر وخلاص، ولما تخسر كتير واخد بال حضرتك انت كقطاع خاص بتصرف من جيبك، تمام؟ هو هيقدر يقف قدامك لانه بيصرف من الدوله، فاهمني؟ فمش فارق معاه بيصرف كام، الراجل بيصرف 300 مليون جنيه في المسلسلات مش فارق معاه، هينزل يقصر له 150 مليون مش فارق معاه، محدش بيحاسبه. انت فاهم قصدي ايه؟ انما انت النهارده ما بتصرف من جيبك بتخاف يا كابتن وانت بتطلع الجنيه. طبعا. تمام؟ احنا النهارده خدنا قرار جميل من وزير الاعلام. وقرار ده بناء عليه الدوري النهارده يا كابتن مدحت ب 9 مليون جنيه و200. بالظبط. لكل الشاشه واخدينها ب 9 مليون النهارده، وحضرتك كنت حاضر الكلام ده. حصل. تمام؟ ده بناء على ايه الزياده الخرافيه من 3 مليون ل 9 مليون؟ الزيادة دي حصلت بناء على وعد من وزير الإعلام، نعم، وكان بحضور وحضرتك ويمكن قلت ووعدته فيه 100 مرة. مظبوط. إن الإشارة كمان هتدعموها وهتبقى ببلاش، وهو ده يعني التصرف من السيد وزير الإعلام لدعم الأندية المصرية على إن هي تقدر توفي بالتزاماتها. هل بقى هينفع يا كابتن إن إحنا كل مباراة في الدوري هنفضل قاعدين في القصة دي؟
في كل مره جواب ويقول لك عايز فلوس يا اما مش هديك يا كذا يا مش هيديك. طب خلينا يا دكتور وليد بعد اذنك، باعتبار ان محمد ديم صلحي نائب في مجلس الشعب، نائب في مجلس الشعب، عايزين نسمع وجهه نظرك واستاذنك كنت معانا يا دكتور. بص يا دكتور وليد، طبعا كلام حضرتك مليون في الميه، طبعا يعني في نوع من الصحه الكبيره، ولكن انا يعني زي ما حضرتك اتفضلت قبل كده والقنوات الفضائيه كان فيها اجتماع مع معالي الوزير انس الفقي، متهيألي برضو ان انت من السهل انت حضرتك برضه ترفع سماعه التليفون وتشرح له برضه وجهه نظرك، ولكن ما ينفعش ان انت بكره الدوري بيبتدي ويحصل هذا الحوار النهارده. يعني لا ده احنا حضرتك احنا رفعنا السماعات واتكلمنا وكان الكلام يمكن حضرتك من ساعه. ومع هذا الكلام من نص ساعه جالي جواب اخر بيقول لي لو ما كنتش تحط لي عندي احتياطي 24000 دولار انا مش هديك الاشاره. ده ايه ده؟ دي بلطجه. المهندس اسامه الشيخ اعتقد ان هو عين نفسه وزير اعلام فجاه كده، يرسل دلوقتي عامل تصريح في يوم السابع بيقول فيه ان يوم 10 يوليو بيقول لك ان التلفزيون في تصريح اليوم السابع اكد رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون ان احمد شوبير على شاشه القنوات الفضائيه من عدمه ليس من اختصاصه وان ده اختصاص القضاء. واخد بال حضرتك؟ لان طبعا التلفزيون ملوش علاقه. سقفنا لهذا القرار. تمام؟ يطلع النهارده يقول لك قرار جديد بقى. يقول ايه؟ ارسل اتحاد الاذاعه والتلفزيون خطابا الى هيئه الفتوى بمجلس الدوله يطلب فيها تفسيرا للحكم من ظهور شوبير او من عدمه. ماشي؟ وعما لو كان هذا المنع يسري على عمل شوبير في قنوات فضائيه اخرى. وقال المهندس اسامه الشيخ رئيس الاتحاد انه وقع على هذا الخطاب امس وتم ارساله لتوضيح الموقف بالنسبه لشوبير، واشار الى ان هذا الاجراء طبيعي عندما يقع اختلاف في تفسير الحكم، وعلى ضوء ما تقرره هيئه الفتوى سوف يتم تفعيل قرار يناسب الفتوى. بصفته ايه؟ ده رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون. انت هتدي فتوى قضائيه انك تقفل لي مثلا القناه بصفه حضرتك مين؟ انا نفسي اعرف ايه التداخل اللي هو في اختصاصاته. هو لابد من الحل على اعلى مستوى في الدوله، ان هذه الامور احنا صعبة. خلاص احنا وصلنا دلوقتي يا كابتن مدحت، احنا عندنا استثمارات النهارده بكره في قناه جديده لسه طالعه بالملايين. نعم. من اجهزه للاستعدادات لديكورات طبعا. احنا النهارده حضرتك ما عندناش ثقه في الاستثمارات دي في مجال الاعلام بهذا الشكل وبهذا الحجم الا لان احنا واثقين في سياسه الدوله. في سياده الريس اللي فتح لنا كل ده. احنا عندنا ثقه يا كابتن مدحت. طبعا. مش هيبوظها المهندس اسامه الشيخ. الحقيقه انا يمكن عايز اقول حاجه يا دكتور وليد، سياده النائب في 23 يوليو في البيان اللي طلع سياده الريس القاه على الملايين، وده كلام انا ما اقدرش اقول اللي هو سياده الريس قاله، ده كلام يعني موثق. فقال بالحرف الواحد اطالب الاحزاب واطالب الدوله برعايه القطاع الخاص، وأطالب الأحزاب بتقديم كل الحلول التي من شأنها تطوير عمل الأداء القطاع الخاص. دي شفافية؟ ودي شفافية واضحة. فإحنا الحقيقة يعني مسألة الإشارة بهذه القيمة هذا أمر مجحف جدا. صعب. لأن أنت حكى يا محمد بيه لما تدربها أنت ممكن تعملها خارجيا. خارجيا في القنوات العربية ده أمر آخر. يعني مثلا بتحب تذيع مثلا يا كابتن موضوع تاني. أنا عايز أقطع حضرتك في نقطة. المهندس اسامه الشيخ كان يعمل بقنوات الاي ار تي العربيه. نعم. وكانت قنوات الاي ار تي من الناس المتعاقدين اعتقد في الدوري حضرتك. نعم. وكانت بتبيع على اربع شاشات. وكانت ببلاش. وما كانش فيه قيمه اشاره. الله، هو احنا لما بنسيب مكان يا جماعه ونروح مكان ثاني نبتدي ان احنا نضيع القطاع الخاص؟ انا اتصور يا دكتور. كنت مع القطاع الخاص. انا اتصور. اتصور انه لابد يبقى في اتصال اخر بسيد وزير الاعلام وهو رجل جميل. احنا تعبنا من الاتصالات، احنا عاوزين حضرتك ده وزير الاعلام ادى قرار. ده قرار، وبناء على هذا القرار احنا دفعنا زودنا الفلوس بتاعه الاتحاد. دي حقيقة. ما ينفعش نرجع في القرار يا كابتن مدحت. انت حضرتك ضعفت القيمه ثلاث مرات.